طيب اكدوا لي على الصوت، لان انا طبعا فين في الهيصه الجميله اللي انا فيها. الله شايفه اي حاجه. والدنيا ضلمه. اوكي يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم. بس جديد. بس النهارده هتكلم فيه ان شاء الله، مش هتخانق ولا هزعق، واحاول اعلي صوتي عشان انا برضه لسه جايه من العياده، فقلت لو طلعت ولا هعمل لكم ولا هكلمكم، وانا موعدكم من امبارح وهنام، فخلينا كده ايه قبل صلاه المغرب عندنا، عند الله سبحانه وتعالى يجعله يعني ايه دخلت خير وبركه. اكدوا لي على الصوت وعلى شايفين اهم حاجه. تمام. انا مش شايفه نفسي، عايزه اقول. طيب خلينا نتوكل على الله ونبتدي بسم الله. بصوا يا جماعه، خلينا نسمي الامور بمسمياتها. يعني ايه؟ يعني يوم ما يحصل عندنا نوع من انواع تلبيس ابليس، سواء في المصطلحات، سواء في الافعال، سواء في السلوكيات، وجب علينا ان احنا نوضح. واي حاجه هتخص المراه وتخص الاسره والكلام ده، احنا يعني هنقف له بالمرصاد. تمام، شكرا لكم. انا هبتدي الصوت واضح، توكلنا على شوم الصوره، يعني شوم اطلع لكم هو شكل ايه بس. يلا اهو. خلينا في البداية نتكلم عن الدعاوي اللي طلعت، حد من المشاهير، حد من النجوم، والله ما اعرف هم مين ولا اعرف اي حاجة، انا جالي المقطع بس ولا اعرف دول مين اصلا. وبعدين اللي حصل نقاش، عارفين ان انا على جروبات البنات، عارفين كده ان انا مش عارفة على 200 جروب باين، وكل ما اطلع يدخلوني يعني. على جروبات البنات، وبعدين تم مناقشه موضوع المسكنه. هي مش اسمها مسكنه حبايبي، ماشي؟ يعني ايه تلطيف الكلمات وتزيين الكلمات وتلبيس ابليس فيها؟ احنا مش احنا عايزين نوصف ده زنا، ده فاحشه. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا، ولا تقربوا. الفاحشه كانت ايه؟ مقتا، ساءت سبيلا. فاحشه قال عليها كده، فلا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فلما اجي اسمي فعل من الافعال ان ده إيه، لا ده ده مساكنه، لا حبيبتي مش مساكنه، ده زنا. بيحاولوا يجملوا. وايه اللي حصل؟ حد خلع حاجه؟ الناس بتخلع عشان، استغفر الله، عايزه اقوم ادعو الى الله. هتساعديني في التركي ادعو الى الله ولا انا لله وانا اليه؟ يعني العيب في بصرنا بقى، محريم يعني، بس الله سبحانه وتعالى يمن على الأمة كلها بالستر والعفاف. احنا محاصرين يا جماعة، احنا محاصرين. وهتكلم على الكلام ده، لان دي نقطة من تلبيس ابليس على الشباب في موضوع ما الدنيا مفتوحة في كل مكان. حتى لو مفتوحة في كل مكان، خد أجر سيدنا يوسف، وخدي أجر العفاف والطهر من أمهات المؤمنين ومن السيدة مريم، عشان خاطر اللي بيحصل ده. بصوا يا جماعة، موضوع المسكنه، والواحد طلع قال لا انا ما بقيتش الزواج ومنظومه الزواج، ودي حاجه قديمه من زمان، ما اعرفش لها علاقه بايه، وحاجه قديمه من زمان من ايام الزراعه ولا انا اعرف ايه. وهي بتتجوز يعني، هو الراجل كان بيتجوز واخترعوا الجواز عشان الست الزراعه ايه يعني. قعدت اقول يعني ايه الزراعه؟ عشان مثلا تفلح معاه وتساعده في الارض مثلا؟ قال لا، زواج من ايام سيدنا ادم. نعم، سيدنا ادم لتسكنوا زوجه، لتسكنوا اليه، وخلق لكم من انفسكم، جابها من ضلعه. ايه ده؟ هو يعني احنا ليه نتحمل، احنا ليه نتحمل اي جاهل يطلع يتكلم، واي حد ما هوش فاهم حاجه، لا في دينه ولا في عرفه ولا في شرع ولا في سلوكيات ولا في ادبيات ولا في ده، ما فيش دين من الاديان الثلاثه يا مؤمنين حلل الزنا. ده اسمه زنا مش مسكنه. يقول لك انا مش بايد الزواج ومش منظومه الزواج، لا انا اقعد معاها الاول اختبرها. تعالي بقى كده، انا عايزه البنات والزوجات، انا خطابي ليكم، انا اسال عنكم يوم القيامه، ماشي؟ الشباب وبتاع هديهم نصيحة في الآخر، ماشي؟ عشان بيزعلوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا كلامي كلام للبنات وللنساء. لما يجي يقول لك أنا مش هتجوزك، لازم أقعد معاكي الأول أختبرك، ويبقى في بينا ونشوف في الكيمياء بتاعت جسمنا كده متوافقة ولا لأ، ويحصل معاشرة زي معاشرة الأزواج، استغفر الله، ولكن في الحرام في الزنا. وبعد ما يحصل كده خلاص إحنا نعمل. انا لما اتكلم عن الخيانه او الخيانات، وقلنا لنا حلقات كتيره جدا جدا في موضوع الخيانات ده، بنتكلم عن الخيانه او بنتكلم عن المعاملات والعلاقات المحرمه، سواء شات او تلامس جسدي او عدم تلامس او مجرد النظر، كل ده زنا. ان ما كانش الامر الواقع الفاحشه الكبيره،
فهو زنا مجرد كما قال ابن القيم. والدين ما ساب لناش فتفوت قد كده الا ما قالين نعمل فيها ايه. فيطلع واحد يجي يقول لا معلش ده انا عايز مش عايز اتجوز وبعدين اقعد معاها كده فتره. زنا معايا ده اسمه زنا مش مساكنه، اسمه زنا وسموه بمسميات، ده زنا. واقعد معاها وبعدين نشوف توافقنا ولا لا، نكمل ممكن نكمل، ولو كملنا وكذا عادي بقى بنتجوز. طب انت كنت رافض فكره الزواج. والشباب بيرددوا الكلام ده ليه؟ صعوبات الحياه والفتن. ناس قدامنا مش عايزين نوصل، استغفر الله. يعني في كل حته وفي كل مكان البنات ذات نفسيهم والشباب ذات نفسهم شايفين الفتن حواليه. يروح هنا شايف، يروح هنا شايف، يروح هنا شايف، يروح هنا شايف، في كل مكان. وبقى الامر بقى افتخار. ولو انت بصيت انت ضد الحريه وضد وانا حره وانا اعمل وانا اسوي وانا الكلام ده، وخدوا بقى كلام كتير. الزنا فاحشه من السبع الموبقات، السبع الكبائر اللي الله سبحانه وتعالى امرنا ونهانا عنهم. ولما جه تبايع الصحابيات، تبايع النبي عليه الصلاه والسلام على الاسلام، وجت هند بنت عتبه قال وقال يشركنا بلا ولا يزنين. قالت له او تزني الحره يا رسول الله؟ يعني ايه ده؟ لا طبعا. فكان استنكار. الامر في الاول وفي الاخر ده حرام في الثلاث اديان، حرام. الزنا فاحشه ومقت وساء سبيل ولا تقربه. القرب من فاحشه الزنا والعياذ بالله مجرد الخطوات بتاعته توقعك فيه. ما انت مش بطل، ما احنا ما نروحش نختبر نفسنا وقوتنا الشخصيه واللي مش عارفه وايه ولا واحنا قادرين واحنا كذا، وانت حاطط نفسك في وسط شبهات. ما ينفعش. تاني حاجه، تعالي هنا يا دي البنت، هو انت لما تقعدي مع واحد بصي بيعمل فيك ايه؟ بيتسلى؟ لا هو ياخدك لحم ويرميك عظم. اه ده اسود من كده. انا مش عايزه اقول لفظ اتقال لكن هو ده التوصيف. ليه ترخصي نفسك والاسلام عزك ويجي لك لحد بيتك وتقعدي معززه مكرمه وتسالي موافقه موافقه مش موافقه في قبول مفيش قبول، ويجي المهر ويدفع ويعمل ومؤخر كل الكلام ده؟ الاسلام عزك، ليه تذلي نفسك؟ ما هو مش سوق الاختيار او عاده بتقول لك البضاعه شحه في السوق، مفيش رجاله، مفيش مكذا، يبقى مش جوازه وخلاص. ونطلع نعقدي نفسك وتعقدي الناس وتعقدي البنات، اصل والصبيان نفس الكلام والشباب نفس الكلام عشان مفيش جوازات. بشوف بنات في جوازات اقسم بالله انا لو كنت امها كده كنت مسكتها من ودانها دافع عصتها لها، قلت لها ايه ده؟ لا انا تجيب لي دليفري، انا مش متعوده ابو. طب الراجل مقدرته كذا ومحترم وخلوق وكريم معاكي، وتقول لك لا انا مش عارفه مش عايزه، لا مش قادره، واشوف مش لا هدومك مش نزلها اللاندري تحت ونزلها المغسله. يجي الراجل بتاع المغسله معرفش عايز مبلغ قد ايه. ايه ده؟ ليه كده؟ وده مش مره ولا اتنين ولا تعبانه، لا ده دايما الحياه هيبقى كده. مع انها في بيت اهلها ما كانتش كده، بس كان في ام هي اللي بتعمل، ما كانتش محملها مسؤوليه. ده جانب بنشوفه. يقول لك لا وانا اخد واحده ليه؟ وادفع ربع مليون جنيه ليه؟ طبعا كارثه من الكوارث. النقطه الثانيه، نقطة الشباب نفس الكلام، تيجي واحد يتجوز واحد اتكالي ولا واحد معرفش فيه ايه، لكن ده ما ينفيش ان الزواج منظومة انزلها ربنا سبحانه وتعالى. الزواج منظومة ربنا نزلها علشان خاطر حاجة واحدة بس، حفظ الانساب والاعراض، ويبقى جواك شهوة لجواك كذا تقضى في الحلال. الطريق الوحيد اللي ربنا حلو لقضاء الشهوات. وفي بضع احدكم قالوا يا رسول الله صدقه، قالوا يا رسول الله بضع احدكم صدقه، قالوا يا رسول الله او يضع احدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم. ارايت ان وضعها في حرام؟ ها؟ ارايت ان وضعها في حرام؟ فاجي انا احلل الزنا واقول ده اصلها مساكنه؟ مساكنه ايه؟ مساكنه ايه وبتاع ايه؟ والله العظيم والله خطوات للشيطان، الشيطان يعدكم الفقر والفقر ويامركم بالفحشاء. ويسميها بقى، عارفين انت تزيين الكلمات، ده مش كذب انا ببشر وبهزر، ده مش زنا ده مساكنه. ايه يا بشر منفوه؟ احنا وصلنا لدرجه الانحطاط ولدرجه الجهل ولدرجه خلاص البعد عن اساسيات الدين. ده اساس البعد عن اساسيات الدين. حتى في العيل الصغير عارف ان ده حلال وده حرام. هي انا مش قادره اكمل. ان ده حلال وده حرام بس فيش ميه؟ لا. فطبعا الفكره في الاول وفي الاخر ان احنا محتاجين نرجع مع نفسنا لاصول وقواعد الدين،
ونسمي المسميات. يا بنات اسمعوني، ما تسمعوش الكلام ده حبيبتي. انت عارفه، انت عارفه لما ياخدك ويقول لك انا اقعد معاكي واسكن معاكي فتره، وبصوا انا مش عايزه اقول ان ده مش موجود، ومش عايزه انشر واقول ده كذا عشان ما بقاش بشيح حاجه، لكن متعرف عليه والشباب فاهمين اللي انا بقوله. ده متعرف عليه لو انت رايحين رايح مصيف، مش عارفه فين، مش هوصف اماكن برضه، ولا في المكان الفلاني وكذا. ها ها انت عارف، والشقه وانتوا شباب واحد. استغفر الله استغفر الله يا ابني. طب ده يقول لك ايه، اصل دي بتاع معصومه هتوب من الله اعلم كبيره، ولا تتوب حتى يتوب الله عليك، محتاجه توبه صادقه نصوح لله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب ده. انتوا عارفين عقوبه الزنا ايه؟ شفت عقوبه الزنا للمحصن؟ كل خليه في جسمه تتالم رجل، والتاني جلد برضو، كل خليه استمتعت في الحلال استغفر الله استمتعت في الحرام تجلد. وليشهد عذابهم طائفه من ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله. ليه؟ خلط انساب واعراض وكارثه كارثه وضياع حقوق. وبعدين ياخدك يرميكي بقى انت وعاء جنسي، متعه جنسيه فقط، وفي الاخر ايه؟ لا خلاص احنا مش عارفه فين. يا جماعه يا جماعه اتقوا الله، اتقوا، اقسم يمين بالله علامات الساعه، ودي من علامات الساعه، 6 عقوبات. وارجعوا للحلقه دي تاني، عندنا عقوبات للزنا. بصوا كده بصوا كده، يلقى أثاما. قبل أثاما في حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام كان معدي في رحله الاسراء والمعراج، فلقى ناس واقعين في حفره، الاسفل الحفره دي تنور، يعني فرن، اسفل الفرن التنور دوت واسع واعلاه فوهه ضيقه كده، والنبي عليه الصلاه والسلام شوف النار تخش في فروج ناس عراه، اللي موجودين في الحفره دي عراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يشوف النار تخش في فروج الفرج، يعني مكان العفه اللي زنى بيه، تخش في الفروج، فالنار تفور بيهم، يطلعوا لحد الفوهه الضيقه اللي فوق، وبعدين النار ده فيقعوا تاني وهكذا. من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال ايه سيدنا جبريل؟ هؤلاء الزناه والزانيات والعياذ بالله. ده في الطب، ده عذابهم في الطب. في اليوم القيامه أثامة وضاعف له العذاب. تعالوا نجيب الايه. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الأولاني إيه؟ الشرك بالله. شوف جايب الزنا مع إيه؟ مع الشرك بالله. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، القتل بعده، ولا يزنون، سب بقى كده، ومن يفعل ذلك، ده توكيد للفعل، يلقى أثاما. وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم 40 مرة في اليوم. 40 مرة في اليوم، ليه؟ من شدته ومن نتنته. قولوا لهم النار، انتوا عذابكم النتن اللي طالع منكم، اللي هي طينة الخبالة، الصديد والقيح اللي بيطلع من أسامة، هي طينة الخبالة، شراب أهل النار والعياذ بالله. يقول لهم أهون علينا النار ولا أهون اللي احنا ديت؟ والعياذ بالله. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يقول لك إيه؟ أصل أنا مش عايز أتجوز التقليد. أنتوا بتكرهوا الناس في زواج الشرعي المحترم، واحنا مش ضد انك تتجوزي على عماكي. احنا ما تتجوزي على عماكي ليه؟ ليه ما يجي وتقعدي وتقابليه مره واثنين، وهو نفس الكلام، يقعد معاكي مره واثنين وفي وجود الاهل، وتشوفه وتساله وتستخيره وتستشيره. لكن ان انا احلل مسكنه وزنا واقول هو دوت الامر، لا والله لا ارضاه، والله لا ارضاه، والله كمان مره ولا يرضاه الله عز وجل ولا دين من الاديان. يلقى أثاما، يبقى اول حاجه التنور ويفور في الفروج ويطلع، ادي اول عذاب. تاني عذاب أثاما والعياذ بالله، يضاعف له العذاب. تشهد عليهم اي السنتهم وايديهم ورجلهم وينطق الفرج زني. استغفر الله استغفر الله. وبعدين يجي ايه؟ اقتصاص الحسنات عند القنطره، يجردوا من حسناتي، من الزنا يجرد من حسناتي والعياذ بالله. ليه بقى كده؟ ليه انت تقعد في هذا يعني في عقوبه الله سبحانه وتعالى لا ينجيك منها الا بتوبه صادقه. النقطه الثانيه، لو انا في الدنيا ها فقر، الزنا يورث الفقر، الزنا يورث الفقر، يجعل الفقر بين عين.
يمحى البركه، ضيق في النفس، لان معصيه كبيره من الكبائر، معصيه انت بتعمل فيها ايه دلوقتي؟ ما انتش قادر، صدرك ضيق كانما صعد في سماء من المعصيه. اقسم بالله تالت حاجه، ولن يكفيك حريم الدنيا كلها، ولا تشبع في الحرام. يأبى الله الا ان يضع اشباع الحلال في الامر اللي قاله ربنا، وهو شكل واحد، شكل اسم الزواج على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده. وتبقى مش قادر ولا تكفيك 100 ست. طب وبعدين؟ وبعدين ادي عندك فقر وعندك ضيق في النفس وعندك خنقه وعندك سواد في الوجه، لانها معصيه وكبيره، سواد في الوجه والعياذ بالله. كل ده، كل ده واللي احنا بنقوله دوت، ولسه الناس عماله تتكلم لسه في زنا ومش زنا وكلام فاضي. يقول لك مساكنه، ده هيرميك او طب وبعدين افرضوا ما ارتحتوش، خلاص فين كرامتك يا بنتي؟ فين كرامتك يا بنتي؟ حاجة من الحاجات العجيبة اللي الواحد بيشوفها، حتى يعني بيقول يعني ازاي واحدة ترضى على نفسها المهانة بالشكل والذلة دي، وبعد ما خلاص ما انتش عاجباه يبقى خلاص ما احناش مكملين، وخد منك اللي هو عايزه. والله اقسم بالله حتى لو اتجوزها جواز عرفي والله حتى لو بيقعد فترة يقول لا لا خلاص، وتبقى حملت منه مصيبة سود. مش اقصد الجواز اللي بيبقى عنده محامين واحضره من الاهل وهكذا وهكذا، لا انا اقصد الامر زوجتك نفسي تزوج، سلام عليكم مع السلامه، بدون شهود، بدون ولي، بدون اي حاجه، ودوا ده زوج مره الا بولي. يا جماعه يا جماعه، يعني انا عايزه الدعوات ديت الناس مش بس تسمعها، او الناس بس وكده ما احنا عارفين انه غلط، لا اجهروا بقول الحق وان ده حرام وان ده امر لا يرضى الله سبحانه وتعالى. وانتوا عايزين تهدوا في الاسره، ايه اكتر من كده؟ يعني ايه عايزين تهدوا اكتر من كده؟ ايه اللي ايه اللي ايه؟ يعني مش بصوا هقول لكم على حاجه. الفكره في الاول وفي الاخر ايه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. احنا بنقول الامر الشرعي ده له حل، طبعا له حل في ديننا. ايه؟ غض البصر، غض البصر، لان هي بريد الزنا، تغض بصرك، مش انت مطلق، انا معاك واحنا قاعده اهو في امان في حال الله، بشوف الناس قلعت قدامي. في امان الله. غض البصر. يا علي لا تطبع النظر النظر. خلاص. اعمل ايه تاني؟